طيب تعالوا بقى نعمل بهارات محببة لنا كلنا، كلنا بنحبها، هي بهارات المحشي. هو المحشي كمان بقى له بهارات؟ اه والله بقى له بهارات، وبقى يبيعوها في السوق ويعملوها عند العطارين. تعالوا نشوف طب ايه مكوناتها، على الرغم ان احنا لما بنيجي بناخد السبع بهارات دول ونحطهم مع شويه ملح وفلفل، عايز يشطشط المحشي شويه، وبتبقى خلاص دي توابل المحشي يعني، ما بنحطش حاجه تاني. تعالوا بقى نعمل البهارات دي اللي بنحطها جوه المحشي. يلا بينا نقول بسم الله. بهارات المحشي، بهارات المحشي دي عباره عن ربع كوبايه من الكزبره الحصى، هنحمص بقى الحبه الحلوين دول اللي هم المجففين منهم، وعندي معلقه بابريكا، عندي معلقه بابريكا، وعندي معلقه كمون، نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه بصل باودر، معلقه توم باودر، نص معلقه صغيره من القرفه، عندي نص معلقه صغيره من الزنجبيل، معلقه من الكبابة الصيني، اهي الكبابة الصيني شايفين شكلها؟ الكبابة الصيني دي خرافة، مع اللحوم بقى ما اقولش لحضراتكم عليها، عروق بقى، تتبيلة شوي، كوبيبة، عارفين الحاجات دي؟ الكبابة الصيني دي رائعة، هي دي اسمها الكبابة الصيني، اللي هي بتبقى حب صغنن بلي صغير كده، اهي اكبر طبعا من حبوب الفلفل الاسود انتوا عارفين. طيب عندي كمان احنا قلنا وصلنا حد فين يا نودي؟ الكبابة الصيني، عندي بلحة جوز الطيب، عندي نص معلقه ملح ليمون، ومعلقه ملح عاديه، ومعلقه شمر. حلو الكلام؟ يلا بينا تعالوا بقى نحمص شويه الحاجات الحلوين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا هحتاج محمد، معلش اكسر لي دي على جنب كده اذا تكرمت، على جنب كده بالمدقه بعد اذنك. وناخد بقى هنا ننزل الايه، الشمر، القمر ده. بسم الله، قلنا الشمر ده مهم جدا ومفيد بالذات للمشروبات للصدر، وخاصة للأمهات اللي هم بيضر اللبن جدا، للسيدات المرضعات، بيحمي الجنين من التشوهات وبيحميه من اضطرابات المعدة، وعلى فكرة مفيد كمان للشعر، تعرفوا كده؟ حط شوية قرفة بس مش كتير. هو ده بهارات المحشي صح؟ كده هناخد بقى الملح الخشن ده، بصوا هنا الملح العادي، لما نيجي نحط بقى في باقي التوابل دي هنا في الريحه بقى. شوف انا مسخنه دي على نار هاديه وسايباها دافيه، هبدا اقلب التقليبه اللي حضراتكم شفتوها مع بلحه جوز الطيب اهي، انا ضفتها اهي، شايفين فين؟ اهي جوز الطيب، ادي بلحه جوز الطيب اهي. تمام هنحمص بقى. اعملوا بقى الحاجات دي، اهم حاجه تكتبوا على البرطمانات الصغيره، وحاجات جميله احنا عاملينها في البيت رائعه. الله على الريحه، والله ما عارفه اقول لحضراتكم ايه، بس انا عشان الحساسيه بخاف قوي من موضوع الايه، اقعد كتير في الروائح القويه. ما شاء الله ما شاء الله، اهو حمصنا دول حب. بسم الله، كل واحد ليه توابل بتحب بيحبها طعمه معين، في ناس بتحب تعمل الحاجات دي مع نفسها، بصراحه رائعه ما اجملها يعني. خليني بس ابص بصه هنا عشان انا مش عايزه الزنجبيل هاخد حبه صغننين بس، ده البصل والثوم الباودر، ثانية واحدة خلاص، ده البصل والثوم البودر، يبقى ده الزنجبيل هناخد منه حتة صغيرة، وادي الكمون، الفلفل الأسود، وادي الملح العادي. نقفل كده، بسم الله. طبعا سخنة جدا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عشان سخنه طلع بقى الايه البوله بتاعتهم، هنخلي بقى دول على جنب كده على قد الكميات هنعمل، وهناخد دي من البوله مش دي، نشف دي بس كده ده، ونحط بقى الورقة بتاعتنا بهارات المحشي. يا سلام ما شاء الله، بصوا كده اهو هنعمل. شايفين ازاي بهارات المحشي يا سيدي؟ الريحه روعه. وتعالوا بقى نعمل مع بهارات المحشي